اكيد فلسطين هي ديره اهلنا يلي زرعوها واللي اهتموا فيها يلي كانوا ايضا هم مصدر بناء لإلها وكانت الزراعه هي واحده من اسباب احتلالنا لطبيعه الارض الفلسطينيه الخصبه يلي كانت هي عباره عن جاذب للاحتلال والاستعمار ليقوم باستغلال هذه الثروات الطبيعية الموجودة فيها طبعا عم بضحك لأنه كنت رح أحكي نفس الفكرة دوما في لكن, من <applause> لكن بكملها بقول أنه فلسطين أكيد بتعمر لما بنحافظ على الزراعة فيها لما بنستغل الموارد الطبيعية الموجودة فيها ويمكن هذا هو هدف من أهداف كلية الزراعة في جامعة النجاح الوطنية اللي بتسعى دائما للتطوير واعتماد برامج تخصصية ودراسات عليا جديدة لحتى الطلاب يعني أيضا نستثمر فيهم في هذا المجال وللحديث أكيد. أكثر عن اعتماد برنامج ماجستير جديد في كلية الزراعة وهو برنامج الأعمال الزراعية الربحية نحكي طبعا أكثر عنه مع الدكتورة هبة الفارس وهي عميدة كلية الزراعة في جامعة النجاح أهلا وسهلا فيك أهلا صباحك. صباحك يعني أول تميز معك. لجامعة النجاح الوطنية أنه عميدة كلية الزراعة هي أنثى فهذا المنصب الذي يوطد علاقه المراه في الارض الفلسطينيه كيف تعبري عنه دكتوره أه طبيعي احنا اصلا المرأة هي الأساس في الزراعة يعني في زم يعني زمان الفلاحين كانوا هو يستلم الإدارة والمرأة هي العاملة في القطاع الزراعي يعني لو نطلع على نسبة العاملات في القطاع الزراعي طبعا بدون أجر اللي هي بتكون الأسرة الأم والأبناء من بنات وشباب بينزلوا على المزرعة وبيشتغلوا فيها فالمرأة هي دائما الأساس في موضوع الزراعة سواء كانت في الأرض كمزارعين او سواء كانت في اداره المنزل فهي على الجهتين شغاله كانت في مديره كانت مديره وبنفس الوقت <applause> عامله لا وهي كمان ما شاء الله ملحقه على كل شيء انه يعني بقمه التالق بتكون كمان من ناحيه اكاديميه واداريه فجد مسؤوليه كثير صعبه الا انه كمان انت عم تنجحي في موضوع عماده كليه الزراعه وعم نشوف في تخصص ماجستير جديد وحابين نحكي عنه اكثر وعن فكرته ماجستير الاعمال الزراعيه الربحيه هو ماجستير بيهدف ل تطوير القطاع الزراعي على مستوى القطاع الخاص فنحن بنطلع على انه في عندنا شركات زراعيه موجوده في موظفين موجودين فيها بيحملوا درجه البكالوريوس في الزراعه فهم احنا بالنسبه لنا هم مستهدفين هدول الخريجين او المهندسين الزراعيين من خلال هذا البرنامج بيكونوا قادرين على انهم يحلوا مشاكل القطاع الخاص وبنفس الوقت هم بصير عندهم القدره على انشاء مشاريعهم الخاصة سواء كانوا موظفين في شركات أو حتى غير موظفين يعني مجرد خريجين جدد بإمكانهم إنهم يلتحقوا بهذا البرنامج حتى إنه يطوروا من قدراتهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة، إحنا دائما الزراعة منظورنا إلها إنه هي عبارة عن وظيفة عمل يعني كوزارة أو مؤسسات القطاع العام اللي هي ممكن إنه الواحد يتوظف فيها، لكن إذا الشخص بده ينجح بالزراعة المفروض يكون عنده قدرة على إنشاء مشروع الخاص وطبعا اكيد ما في افضل من انه الانسان يكون هو مدير نفسه في العمل اللي هو بده يشتغل فيه كزراعه صح يمكن كمان هاي الفكره الموجوده عند الشباب اللي خلتهم الى حد ما يبعدوا عن الارض لانه هم بدهم الوظيفه اللي فيها مردود مالي فاحنا اليوم مرض نعمل اعاده توجيه لتفكيرهم بانه لا الارض كمان هي عائد مالي انت بتقدر تستفيد من خلاله لكن السؤال كيف دكتوره هلا كيف انك تستفيد منه مالي؟ ماليا اول شيء بدك بدك تطلع على حاجه السوق احنا ايش السوق بحاجه له عادة في زراعات حديثة في زراعات نوعية خلينا نحكي اللي هي الكاش كروب بنسميها هاي الزراعات اللي اللي فعليا مردودها المادي عالي بدل ما نروح على الزراعات التقليدية فقط احنا عادة المزارعين متعودين يزرعوا لنا بندورة خيار بطاطا بصل هاي الزراعات العادية فممكن نتوجه لزراعات ثانية اللي هي قابلة أولا للتصدير قابلة للتصنيع وبنفس الوقت يعني كميتها بالسوق قليله وبالتالي المردود بده يكون عندنا ايش عالي <applause> يعني كسعر حيكون عالي البندوره مرات نتيجه اغلاق السوق بالبندوره بنزل سعرها فبضطر المزارع انه يتخلص منها اما لما يكون هو عماله بزرع نوعيات غير تقليديه رح تكون اسعارها عاليه ورح تستمر بسعر مثل ايش بالضبط ممكن نجي نحكي مثلا البروكلي في انواع اللي هي نباتات م -م. اللي هي الطبيه اللي بنحكي الاعشاب اللي بتستخدم عاده في نوع من انواع البصل بيستخدموه في السلطات مثلا في نوع اللي هو الـ الـ يعني الـ غير البروكلي، البروكلي في عنا انواع الروزميري والمعطرات الروزميري في هدول تعتبر نباتات طبية, طبيه، انا بتطلع على على يعني طبعا نباتات طبيه وفي عنا انواع اخرى ثانيه اللي هي اللي ممكن تستخدم ضمن اللي هي التصنيع يعني في انواع مثلا من الفاصوليا، في انواع من الجزر اللي هي بنحكي له اللي هي بيبي, بيبي و... آه كاروت هذه الانواع مثلا بيبي سبينش اللي هي اذا بتروحوا على اي محل بتلاقوا علبه صغيره موجود فيها كم من قطعه من من السبانخ اللي حجم السبانخ الصغيره تستخدم في السلطات السريعه مش بالعمليات اللي هي الطبخ بيكون اسعارها 24 شيكل وهي هالقد يعني حجمها صغير فاحنا بنطلع على انه نوجه لزراعات غير يعني تقليديه رائع جدا طيب خلينا نحكي الطالب بهذا التخصص كيف رح يستفيد يعني شو رح يقدم له التخصص لحتى يكون قادر على إدارة هذا المشروع الزراعي الجديد هلا احنا احنا ركزنا على مهارات اللي هي الكومبتنسي فمثلا الطالب بده يكون عنده قدره على انه يعمل رياده للاعمال يعني اللي هي رياده الاعمال عنده قدرة على حل المشاكل، فهو بتوجه مثلا لشركة معينة، بشوف ايش المشاكل الموجودة فيها، من خلال المهارات اللي بيكون ما اخذها خلال الكورس اللي درسه، بيقدر انه يستنبط ايش المشكلة اللي بتكون موجودة، وبالتالي يقدر, يقدر يقدم حلول. عملية ايجاد حلول للشركات هي بتعطيه القدرة على الادارة والريادة، وبالتالي بصير يعني عنده امكانية نتيجة الخبرة اللي راح ياخذها، انه هو طبعا الاكاديميه وال كمعلومات بالاضافه للعمليه انه هو ينشئ مشروعه الخاص. حل. لإستهدافنا القطاع الخاص في حل المشاكل وفي عنا استهداف له بانه كيف هو ينشئ مشروعه من خلال يعني مساقات متسلسله خلينا نحكي بتوصله لدرجه انه هو قادر على انه يدير يدير مشروعه من اي تو انا حابه ارجع صراحه لمرحله البكالوريوس في كليه الزراعه لانه كنا بنعرف عن الامتيازات التي تقدم لمن يسجل في هاي الكليه وبما انه احنا اليوم مقبلين على فتره جديده من التسجيل في الجامعه لاختيار التخصصات فاحكي لنا عن الامتيازات اللي بيحصل عليها الطالب اللي اختار كليه الزراعه احنا عندنا في كليه الزراعه الطالب اللي بيدخل على كليه الزراعه عنده منحه هي مدة فصلين، المنحة هي مية في 100% أول فصلين ما بيدفع رسوم، ومن ثم بيدفع الرسوم اللي هي العادية الموجودة معروفة للكلية 35 دينار للساعة. أه هذا الطالب أه طبعا التسهيلات اللي له من ضمن إنه الكلية فيها طاقم تدريب، يعني في عندنا مزارع للتدريب، أه الطالب بيستفيد جدا من الناحية العملية، يعني ما في كلية زراعة فعليا عندنا فيها مزرعتين مزرعة عنا بالنصارية وفي عنا مزرعة في طول كرم هدول المزرعتين بيوفروا للطالب الإمكانية إنه يكون عنده قدرة عملية لإنشاء سواء عمله الخاص أو حتى للتوجه للعمل الموجود كحب كشركات مم. او غيره طب تحكينا عن كل التخصصات والاقسام التي تتبع لكليه الزراعه لانه الناس يمكن للوهله الأولى بتسمع انه خلص زراعه يعني بشكل عام ما بتعرف انه في كمان بتندرج تحتها تخصصات عديده نحن كليه الزراعه والطب البيطري فكليه مم. الزراعه الجزئيه للزراعه في انتاج نباتي عندنا انتاج الحيواني وعندنا التغذيه والتصنيع الغذائي وبالنسبه للطب البيطري فهو دائره لحالها هي مم. بتعطي الطب البيطري طبعا التغذيه والتصنيع الغذائي عليها اقبال جيد بيعتبروا انه الطالب لما يتخصص في هذا الموضوع بامكانه انه يشتغل بالشركات وبنفس الوقت بامكانه انه يفتح مركزه الخاص في الانتاج النباتي عنده القدره على اما انه يشتغل شغله الخاص وبنفس الوقت بامكانه انه يتوجه للمشاتل للمصانع حتى بامكانه يشتغل في البيئه بالرقابه على المواد الغذائيه كونه هو عنده هذا التخصص في الانتاج الحيواني بامكانه بالتالي يشتغل بالمزارع الانتاج الحيواني وايضا بنفس الوقت بامكانه هو يكون له مزرعته الخاصه. انا بس دوما عندي سؤال انه احنا لما بنستثمر المزارع اللي موجوده لجامعه النجاح الوطنيه بانه احنا نطرح سوق جديد من المنتجات، بعرف انه هي بتوصلنا احنا كعاملين في جامعه النجاح الوطنيه كلنا متعودين على اللبن اللي بتطلع آه. من مزرعتنا بنحبها لكن ليش ما بيصير في انتشار لهاي المنتجات يلي بتكون هي نتيجه تعب طلاب لحتى كمان نشجع الناس اكثر احنا للانضمام لهي الكليه احنا عاده يعني بنستهدف السوق المحلي في طول كرم عنا المصنع بنتج اللي الجبنه وبنتج اللبنه وعنا سوقين سوق اللي هو الجامعه والسوق الثاني اللي هو نفس طول كرم يعني احنا قلنا في السوق في طول كرم في بعض المحلات اللي من, من ونوجهها انتاجنا فبالتالي معروف يعني لبنت آه الطول صحيح. يعني كليه الزراعه معروفه طب بالنسبة يمكن الفتره المقبله نقدر نستغل ماجستير الاعمال الزراعيه الربحيه لحتى يطوروا على مشروع استثماري ما مصرح. يكون بس على نطاق محلي بتول كرم يمتد لكل الوطن فهذا اه يعني هذا الشيء الممكن ممكن يعني احنا بنحكي هالتدريبات الموجوده عندنا اللي هي من ضمنها الاداره والتسويق فمنكون من ضمن هالبرنامج اللي هي كيف نسوق منتجاتنا لاماكن منت... يعني أكتر يعني اكثر وهي في فكره صغيره انا بفكر فيها اللي هي الفارمر ماركت اللي هي سوق المزارع اللي ممكن اننا نعملها في هون في حرم جامعه النجاح الاكاديميه او القديم انه نوجه المزارعين نفسهم لانه فعليا احنا طلابنا هم عباره عن ابناء مزارعين ممكن مش ابناء مزارعين بس بالاغلب ابناء مزارعين نوجههم انهم يجوا يعملوا سوق لهم عرض للمنتجات زي معرض المنتجات الزراعية للمزارع كيف عملنا السوق اللي العمل قبل فترة في داخل الجامعة نعم. ممكن نعمله بالضبط نعمله بس هذه المرة نستهدف المزارعين بمنتجاتهم في داخل الجامعة حيكون فكرة كثير كويسة وأنا كمان بتخيل أنه قديش إحنا نقدر نشجع الطلاب أكثر والشباب أكثر الانضمام لجانب الزراعة اللي هي كانت أساس وجودنا وأساس هويتنا الفلسطينية أنه إحنا نرجع للأرض للأسف إحنا بعدنا عن الأرض بوازع أنه اليوم ما في عنا مصدر دخل فبالتالي الأرض بطلت تغطي تكاليف حياتنا العادية لكن انت اليوم بتقولي انه الارض كنز وهي ممكن طبعاً. تخلينا نكون افضل بكثير من الوظائف العموميه او الخاصه بالشكل مية العام 100% يعني في كثير يعني مزارعين لو نيجي نجيبهم نعمل معهم مقابلات بيقولك لك انه الزراعه فعليا هي يعني مربحه من حيث يعني يعني خلينا نحكي الانتاج على المستوى المحلي او التصدير على المستوى الخارجي فالزراعه يعني جزء اساسي بفلسطين احنا مش لازم نوقف عن الزراعه حتى لو كانت الزراعه في بعض الاوقات فيها ريسك فيها مخاطره الا انه الزراعه احنا كفلسطينيين بالذات هي اللي بتربطنا بالارض اكيد صح. هي اساس الانتماء والصراع للبقاء على الارض صحيتنا لك دكتوره هبه انا اخر سؤال آه. هو سؤال طفولي يعني بالنسبه لي بتحسي انه كنا من قبل حياتنا احسن لما كنا نستنى المواسم لزراعه الخضروات والفواكه من الحياه اليوم بنضلنا شايفين كل الاصناف في في الاسواق بسبب الـ الـ خلينا نقول الزراعه الصناعيه اللي اليوم قاعده عم بتصير ايه ما بقدر احكي عنها زراعه صناعيه لأن انا بدي ادافع عن الزراعه بكل انواعها في تصنيع غذائي موجود هي احنا عندنا لا مثلا هي اللي ساعدنا انه يكون عندنا زراعه بالضبط هي البيوت البلاستيكيه اللي ساعدتنا انه يكون عندنا بعض الانواع الفواكه والخضار على طول الموسم اللي هو وجود البيوت البلاستيكيه وهذا هو نوع من انواع التطور في الزراعه واللي احنا لسه كمان بدنا كمان درجه عشان نوصل ل... ل... للتطور الأكثر للتطور آه. اكثر لانه ممكن انك انت تزرعي احنا هلا حاليا بلشنا للزراعه بدون تربه وطبعا هذا الشيء اضافي بزيد كميه الانتاج فاحنا توج... من ناحيه انه سابقا وحاليا انا مع التقدم بالزراعه للامام مش ل... ن... نرجع للخلف بال... يعني ممكن ان نحكي الزراعه العضويه هي نوع من انواع الزراعات اللي بتربطنا بالماضي وهذه ضمن المسارات اللي في برنامجنا اللي بتخليكي تاكلي النبات باقل كميه طازه وطبيعي بدون مبيدات وبدون مواد كيميائيه <applause> اكيد صحتها وعافيه على أكيد الجميع صح. يا رب واكيد كل تحيه للمزارعين في الارض الفلسطينيه الطيبه والمباركه تحياتنا لك دكتور تحياتي لكم انا بشجع كل الطلاب للتوجه لكليه الزراعه اكيد بلداري. صراحه طبعا عندهم مثل هيك عميد إحنا كمان بنشجعهم نيالهم لهم